بص بقى يا سيدي، انا عايزك تركز معايا 3 دقايق بالظبط. سمعنا كلام كتير قوي عن اللي حصل في طابا وفي نويبع والضرب ومين اللي مستفيد ومين اللي مش مستفيد ومين اللي من كان عايز يعمل كده. تعالى نهدى ونفكر مع بعض عشان دي رسائل مهمة قوي 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 قوي. بغض النظر عن مين المستفيد، بس الرسائل دي كانت عبارة عن ايه وايه الدروس المستفادة وايه الهدف منها في وقت زي ده بالذات. تعالى نرجع مع بعض شوية. حصل ضرب في النقطة الحدودية بتاعت كرم ابو سالم، الحدود المصرية، اللي حصل ان قذيفة دبابة اتوجهت واتضربت، والجيش الإسرائيلي طلع قدم اعتذاره وقال إن هي كانت عن طريق الخطأ، وقبلنا الاعتذار والدنيا مشيت عادي جدا وده أمر وارد. بعدها مباشرة تاني يوم الرئيس السيسي طلع في عرض عسكري مهيب وبيوجه رسالة للعالم كله إن إحنا جاهزين لأي حاجة. نصبح بعديها في ظرف يومين نلاقي طابة اتضربت، وبعد كده اتقال ان هي بطيارة موجهة معقولة الهوية. طيب هي الطيارة الموجهة دي هي موجهة لمبنى خاص بالإسعاف والسكن بتاعهم. نسبة الخطأ في الطائرات الموجهة لا تتخطى 5%. يعني إذا دي رايحة عارفة هدفها فين بالظبط، مفيش أي كلام. وطلع بيان من المتحدث العسكري وقال إن مصر هتشوف طبعا الطائرة دي منين، توجهات كانت فين، يكتشفوا. وقالوا كالتالي إن إحنا بنحتفظ بحق الرد لنفسنا. كلام محترم جدا ومظبوط جدا. معداش 3 4 ساعات وجسم غريب على نوبة. انا لحد دلوقتي مستوقفني ايه موضوع جسم غريب دوت، يعني طبق طاير واقع. حاجة وقعت. ايه ده الطيارة لسه هو يا احمد، هو يا احمد يا راس الطيارة كانت معدية دلوقتي. يعني الطيارة اللي عملته؟ يعني هل احنا الرادارات بتاعتنا ما شافتهوش؟ تمام. الأغرب من كده إن طلع لي بعد كده دراعاي المتحدث العسكري الإسرائيلي وقال إن إحنا لاحظنا تحركات غريبة في اتجاه البحر الأحمر، والطائرات الإسرائيلية ابتدت إن هي تتعامل معاه. إيه يا جماعة؟ إيه ده؟ هل بقى، ودي النقطة المهمة قوي، هل هم كانوا بيختبروا مدى استعدادك وجاهزيتك الأول على مستوى الأرض فضربوا قاذفة الدبابة، وبعد كده بيختبروا منظومة الدفاع الجوي عندك فبعتوا مسيرة ثم بعديها اخترقوا الحدود؟ دي كذا علامة استفهام لازم نحط نقط تحتيها. هل هم بيشوفوا مدى استعدادك قد إيه؟ هل دوت فعلا الجاهزية بتاعت القوات المسلحة بتاعتنا ومنظومة الدفاع الجوي؟ أنا لا أعتقد، أنا لا أعتقد. تمام. طيب تعالوا بقى ننتقل للمرحلة الأعلى من كده. مين اللي ممكن يكون عامل كده؟ حماس طلع امبارح ببيان اللي هو يجب على الحكومة المصرية فتح الحدود بشكل دائم، نحط تحتيها 100 خط بغض النظر عن كلمة المساعدات الإنسانية والكلام دوت. ومعلش سامحوني لو أنا هتبنى معاكم نظرية المؤامرة، مع إني بحاول أستبعدها قسما بالله، يعني بحاول أستبعدها، بس هتبنى نظرية المؤامرة. هل الضرب في طابة هو على آخر نقطة في الشريط الحدودي؟ إحنا عندنا رفح، تمام، وطابة في آخر نقطة خالص،
بعيدة عن قطاع غزة وبعيدة عن الضرب والكلام من ده. مين اللي مسموح ان هو يضرب لي في اخر نقطة؟ اخر نقطة على الهواء بيقول لي بص العصفورة. فيبقى الجاهزية مركزة على النقطة دي، لان هو بعد كده هيضرب لي في نويبع، يعني هو مستهدفني كده من تحت قوي. يعني اركز انا بقى على دول علشان السياحة بتاعتي ومصدر الدخل، واسيب رفح يوم هو ضارب لي مع الاجتياح البري بتاعه والناس دخلت، يبقى كل سنة واحنا طيبين كده. هل من مصلحة الحوثيين وإيران واليمن، تمام، ان هم يوسعوا نطاق العملية فبيعملوا حركات استفزازية بطائرات مجهولة مع مصر عشان مصر تخش وتبقى طرف في الموضوع في الوقت ده؟ دي الأطراف اللي ليها مصلحة إن هي تعمل الموضوع دوت. في نهاية الفيديو أنت شايف مين اللي ليه مصلحة أكتر في دخول مصر الصراع دوت؟ يا ريت نعمل متابعة وشير، ويا رب اللي جاي يكون أحسن وخير.